كنت طفلة شقية؟ جدا. ما أنا شايف الإصابات اللي عندي دي كل ده من إيه؟ دي علا مستويين. لا أنا كتير وأنا داخلة في إزاز وحاجات غريبة وعندي فتح في رجلي. كل ده وأنت طفلة؟ وأنا طفلة أنا كنت بحب بعمل حاجات انتحارية. انت كنت باكل كبريت يعني باكل راس عودي الكبريت. والله العظيم كنت يعني انت كنت كبريت والله يعني العظيم كنت باكل راس خارقة. الراس الحمراء دي كانت بالنسبة لي يعني متعة. انا تقريبا عندي كان عندي نقص كبريت عمرك بنزين. كان 8 سنين 9 سنين. انت اصلا عندك اخوات؟ وكنت انت ترتيبك ايه؟ كنت انا الصغيره اخر العنقود. والصغيره بتعملي كده؟ امال الكبار كانوا بيعملوا ايه؟ بيولعوا في البيت؟ لا الصغيره بتعمل انا الوحيده اللي كنت شاذه بالنسبه لهم. دي قرد يعني جبنه قرد. فانا كنت بتشعلق على البيبان. عارف البيبان الاوضه اتشعلق واقعد فوق بالعرض. يعني انت صغيره ما كنتيش سندريلا في نفسك كده؟ لا 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 خالص. انا كنت ولد وكنت عايزه اطلع ولد. يعني الناس كنت بلعب كوره. كنت بيوقفوني جون يعني اخويا كان بيستغلني بيوقفني جون. بيوقف الجون؟ وكنت بقص شعري لغايه هنا. انا كنت يعني الفيديوهات اللي الناس هتموت عليها دي كانت بتلعب كوره ولد والله العظيم كنت بقف جون. بتقف جون؟ وكنت عايزه ابقى ولد. يعني كنت حاسه ان الولد ده بياخد حريه اكتر وبيروح يلعب حاجات احلى واحنا بقى عاملين بنات وكده. انا مش بتاعه الروايه على فكره. انا ما قريتش روايات. انا كنت بقرا مجموعه 13 راجل مستحيل. طب انت دمرتي احلام ناس كتير بتتفرج. والله العظيم انا كنت كده. انا حصل لي تحول غريب بعد ثانويه عامه. يعني اول ما دخلت الجامعه حصل لي تحول. لكن انا قبل كده انا بلعب هاندبول بلعب طايره بلعب باسكت بلعب تنس بلعب جمباز بقف جون. بعمل كل الحاجات بتاعه الولاد. واعمل فاكر البومب لما نعمل قنبله وارميها من فوق على الناس وحاجات كده. انا كنت شقيه جدا. انا يعني انا بابا بالنسبه له انت مصيبه في البيت. اول مره سافرتي عشان تشتغلي لوحدك يعني لما دخلت مجال الاعلام سافرتي؟ سافرت لندن بعد الجامعه على طول. يعني انا اتخرجت خدت شهادتي طلعت على الطياره. اول اسبوع كان عامل ايه؟ كان اصعب مش اسبوع انا اصعب شهرين قضيتهم في حياتي. انا عايزه اقول لك انا يعني جت عليا فتره بعد ما يعني ما رجعت من هناك ما بقتش بحب لندن. يعني الناس كلها مش عايزه اروح لندن. انك كنت حاسه بغربه قاسيه قوي. يعني كنت لسه صغيره واصحابي والنادي ولسه مخرجه من الجامعه فلسه انت بتكون نفسك بني ادم وعلاقاتك. وفجاه انا ما اشتغلتش في مصر. انا اتخرجت على لندن فروحت فجأة انت مسؤول عن نفسك تاخد مرتب شهري. انت في البيت بتروح بابا هات فلوس طبعا. انت في اكل وماما عامله اكل ماما عامله اكل. في بنت بتنظف البيت. في عربيه تحت رجليك تخبط العربيه هيصلحوها. انت فاهم يعني كل حاجه كانت بسيطه. لفجأة انت رحت مسؤول عن مرتبك تاخد مرتب شهري مسؤول عن بيتك مسؤول عن هتجيب ايه تحطه في البيت سوبر ماركت ناقص البيت ايه. انت فاهم التفاصيل. مسؤول هتروح الساعه كام. انا قعدت تقريبا اول 10 ايام بعيط ويعني الناس كلها ترجعي؟ الناس لا ما فكرتش ارجع لان في حد يفوت فرصه زي دي. لا طبعا. فكله اللي هو بابا كان فرحان جدا بان دي فرصه انك تشتغل في احدى محطات العربيه. اصلا كان مكرها لندن. فانت يعني جات لك فرصه عمرك. في ناس بتقعد سنين ما بتجيلهاش. فرحت وانا رايحه حاسه ان انا وبعدين البلد كمان كان فيها حاجه مضايقاني كئيبه شويه لندن. لا بلد ضباب وشتا كتير ومطر وانا كان مش بتاع عجوزه بالظبط. انا كبرت هناك اتعرفت على كل الناس اكبر مني في السن. يعني انا كنت لسه صغيره لسه متخرجه من الجامعه وبعرف ناس اكبر مني ب 15 سنه مقيمين هناك وعايشين ومخلفين. فانت كل قعدتك كبرت. فين اصحابك بقى بتوع النادي وفين الخروجه؟ مفيش ده.